عنده اعتقد ان هو هيبقى مؤثر بشكل كبير. عدم علاجها لحد دلوقتي ممكن يخلينا نقول ان كيروش عاجبه ده، عاجبه الحل الجريء اللي بيلجأ له عمر مرموش، وقد ينجح فقد يسهل لك امورك. انا يعجبني بس، ولو انا ده رايي، بان انا بقول دايما لا استعين بحد، خلي الاوفر لاب يتعمل عشان تطلع وبعد كده خش انت من غير كوره. لو انت عملت عكس اللي انا بقوله وشايفك بتنجح هبقى مبسوط، هبقى انا غلطان. مفهوم. لكن انت ما بتنجحش، فما اعتقدش ان كيروش سعيد تمام. بهذا يعني. تمام. او انا شفت له على الخط مره او اتنين انفعال، يعني كيروش انفعل مرتين على موقف مشابه، انه بيبقى فيه امكانيه انه المرموش يستعين وياخد قرار مخالف يعني. ايوه. تريزيجيه اتكلمت حضرتك على نص الملعب، انه تتوقع ان يكون نفس الثلاثي المعتاد اللي هو النني وحمدي فتحي وعمرو السوليه. تريزيجيه بتوظيفه في مركز رقم 8 في كبديل في بعض المباريات وقت الحاجه للهجوم، شفت انه اجاد فيها؟ ما اقدرش اقول ان هو اجاد، لكن انا شايف ان هو عنده مقومات الاجاده، عنده القدرات لانه يؤدي في هذا المركز. يمكن هو ما لعبش في هو في حياته الاحترافيه بشكل عام دايما واخد الطرف جناح. واخد الخط يعني، نادرا ايام الاهلي كان لعب على فترات في نص الملعب. ما هي دي المشكله، ان انت ما تقدرش تقيس يعني اسلوب اداء لعيب من خمس مزبوط. سنين ولا ست سنين وتيجي النهارده تقول له انت كنت بتلعب في الحته دي فتعالى انا عايزك. لازم يشتغل ولازم يمر بمواقف تخليه مؤهل لانه ينجح في المركز ده. لكن انا شايف ان هو عنده المقومات دي. تمام. اتمنى انه كيروش اذا كان عنده الرغبه لان هو لعبه في اعتقد في ماتش السنغال نزله في الحته دي شويه، اذا كان عنده الرغبه في ان هو يلعبه انه يكون اشتغل معاه على الاقل في التمرين، وحطه في مواقف مشابهه تسمح له انه يتعايش مع هذا المركز يعني. أيوه. انا شايف انه عنده المقومات اللي تنجحه. تريزيجيه شارك في خمس مباريات، سجل أربعة أهداف مع فريقه بشكشير. آخر مباراة مع الفريق قبل التوقف الدولي كان لعب لمدة 86 دقيقة أمام فريق أدنى دمير، لكن المباراة اللي قبلها أنطاليا كان غاب عن المواجهة بسبب آلام في الظهر، وهو أكد الجهاز الفني أنه جاهز بنسبة 100% من الناحية الطبية، زيه زي محمد صلاح اللي كان أصيب وغاب عن دقائق لمباريات ليفربول لكنه جاهز بنسبة 100% كما قال الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، وتحديدا الكابتن ضياء السيد المدرب العام للمنتخب. الجانب الاخر كابتن طلعت بتتكلم على انه منتخب السنغال الفوارق لصالحه، لكن ايه نقاط الضعف اللي ممكن اللعب عليها اللي ممكن توصلنا للتلت الهجومي، نقرب لمرمى مندي وربما نسجل بحاجتنا للتسجيل في المباراه دي؟ هم عندهم، انا اتكلمت عن اسلوب الضغط اللي احنا بيفترض اننا نتبعه عند فقد الكوره، هو بيؤدي بهذا الاسلوب، لان الكوره في اوروبا بشكل عام بتعتمد على الضغط عند فقد الكوره، وبتعتمد على الضغط في منطقه الفقد كمان. أي. مش لما ارجع نص ملعب، واذا ما نجحتش في ده فان انا بعمل الديلي وارجع لنص ملعب. اذا قدرنا نتخلص من قدراتهم الدفاعية عند الفقد فيما يخص الضغط علينا، وخلينا الضغط بتاعهم سلبي بمعنى انه يضغط فما يقدرش ياخد ونتخطاه، فده معناه ان احنا هندخل نص ملعبهم بشكل سهل. أيوه. انما اذا كان هناك بطء في القرار والتنفيذ ما بعد الاستحواذ، يعني انا لو خدت منك الكرة وقعدت افكر وعملت كده وعملت كده وخدت ثواني زيادة، فده معناه ان انا هنضغط لان هو مش هيستنى، ومعناه ان هو هياخد. انا محتاج لانه يكون هناك في سرعه في القرار وفي تنفيذه. ايوه. ان تكون هناك حركه بدون كره بشكل اعنف مما كانت عليه في الفترات السابقه، حركه بدون كره، عشان لما انا اخد ما يبقاش الحل عندي انا لوحدي. كره عاليه وخلاص بقى عشان نخلص، صح؟ لازم تبقى عندي حلول في حركه اتنين ثلاثه حواليا، بمعنى ان الكره لو كانت موجوده في نص الملعب عندنا انا محتاج لان الباكين يبقوا واخدين قرار الطلوع في اماكن فاضيه، محتاج الاثنين اللي جنبي في نص الملعب ان هم دايما يبقوا في حاله حركه. احنا عندنا مشكله هاني في الجزئيه الخاصه، يعني ده فرق كبير قوي بيننا وبينهم، خلي بالك. فكره الحركه بدون كره احنا دايما نتكلم فيها كمحللين وكمدربين، لكن ليه بقى على ارض الواقع مش بتطبق؟
ما بنشتغلش عليها بشكل كبير. في الملاعب ما بنشتغلش، ما بنضغطش على اللعيبه في الجزئيه دي. احنا دايما بنبص على حامل الكوره، ولما يغلط في الميس باس نقول بيعمل ميس باس. هو اوكي، هو يكون مسؤول بنسبه 50%، لكن 50% في التيم اللي حواليه. أيوه. حركتهم في ناس، يعني انت اوقات كتير انا بشوف مواقف لاعب يمسك الكوره ويبقى زميله بينه وبينه مثلا 10 متر وتلاقيه بيعمل كده لانه بينهم خصم. بيعمل كده، لا ما تعملش كده، ما تتحرك انت، بس انا هعمل لك كده. اتحرك، مفهوم. هو بيعمل كده بيشوفني انا هعمل ايه. في معظم المواقف في ناس بتتحرك، لكن مش بالقدر الكافي. فاحنا في مباراه السنغال الجزئيه الخاصه بالحركه بدون كره هتبقى حاسمة في مواقف كثيرة جدا واحنا مستحوذين. مين أول ما تقول الحركة بدون كرة بتفتكره من لاعبي الكرة المصرية في الجيل الحالي؟ بتحس إنه اللعيب ده بيطبق الحركة بدون كرة بشكل سلس وبيسهل المهمة على زملائه؟ صلاح. 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 صلاح بيتحرك بدون كرة بشكل جيد جدا جدا. أليو ديانج. أليو ديانج. في الأهلي. مش في المنتخب ومش مصري، لكن انا بشوفه دايما هو في حاله يقظه كامله اثناء الجيم، فتح لك دايما مساحه للتمرير دايما. ودايما بيبص، ودايما ياخد خطوتين كده، ودايما يقوم واخد 10 خطوات كده. اخدها ما خدهاش، ده قرار حامل الكوره. تمام. حمدي فتحي عنده صحيح مش بالقدر اللي ممكن يكون مطلوب للمركز ده، النني عنده، لكن كلها بقدر ما يوصلش للمرحلة المرضية اللي تخلينا نتفوق واحنا مستحوذين. في مباراة السنغال افتكر اللي هي في النهائي، احنا نسبة استحواذنا ما كانتش كويسة، المؤثرة ما كانتش كويسة بسبب ان احنا ما بنتحركش بشكل كويس، وبسبب اننا ما بنضغطش بشكل مؤثر، بسبب ان احنا كنا مرهقين قوي. اعتقد ممكن نديها عذر في الحتة دي، صح؟ اتمنى ان ده يتعالج. اتمنى احنا الاثنين مرتاحين دلوقتي، الفريقين بالزبط. وبالتالي قد تقل بعض الفوارق حقيقي. احنا فرقه كويسه، عشان بس يعني الكلام يبقى واضح، احنا فرقه كويسه لما نحب نبقى كويس.